بطاطس نص كيلو بطاطس مسلوقة، وبعد كده أصفيها وأحطها في المكنة وأضيف لها كوباية بقسماط، واحد بيضة، شوية بقدونس، شوية كزبرة، معلقة ثوم مفروم، شوية ملح، شوية فلفل، شوية كمون، وشوية جوزة الطيب يا حسني. تمام، واخفقهم مع بعض. والبطاطس السخنة عشان عجينها تبقى مسمغة، عشان اصبعها على ما اظبطها، تعالى اما نعملها الرو. بيضتين يا حسني، اتبلهم ملح فلفل ابيض، واربهم ملح والفلفل ابيض، واحلهم بكوباية لبن. يبقى البيض والملح والفلفل واللبن جاهزين. اما الدقيق تعالوا مبهره. العجينه سمغت ازاي؟ عشان هصبعها يا حسني. بص سمغت ازاي، بص في المكنه البطاطس والسميط والبيض والبقدونس والكزبره والملح والفلفل والكمون وجوزة الطيب سمغت. تعالى بقى كده يا حسني نشوف هنعمل ايه في الدقيق. هبهر الدقيق ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وشطه اختياري بالشكل ده، وبدخلهم في بعض الدقيق والبهارات بتاعتي كلها كده قدام. وبنفس الطريقه البقسماط يا حسني، ملح فلفل ابيض توم باودر بصل باودر وبنفس الوقت شطه اختياري، واقلب الكلام ده كله مع بعضه. وتعالى العجينة بتاعت بعد ما جمدت عندي اروح جاية مسمغاها، واخداها مسمغاها الاول تمسك مع بعضها واشكلها على شكل اصابع.